السائل بيقول يقول حميدة الصوفية لا يعلمون الغيب وأنتم تكذبون عليهم، قال هل هذا الكلام صحيح؟ طيب كونه يقول الصوفية لا يعلمون الغيب ده اعتراف بالحقيقة، لأنه ده أصلا الحقيقة اللي احنا بنتكلم عنها. وإذا كان هم ما بيعلموا الغيب نحن ما كذبنا عليهم، لأنه نحن ما قلنا الصوفية بيعلموا الغيب عشان نكون كذبنا عليهم. نحن أصلا بنقول الصوفية لا يعلمون الغيب، بل نحن نقول الأنبياء لا يعلمون الغيب، الرسل لا يعلمون الغيب، الصالحون لا يعلمون الغيب، الجن لا يعلمون الغيب، بدليل قوله تعالى في سورة المائدة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. عيسى بن مريم عليه السلام قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إنك على كل شيء شهيد. فاللي بيعلم الغيب ربنا سبحانه وتعالى، الرسل ما يعلموا الغيب. قال تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، ده على لسان النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضا على لسان نوح عليه السلام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. ما في نبي بيعلم الغيب، ولا في صالح بيعلم الغيب، ولا في جن بيعلم الغيب، ما في. قال تعالى عن سليمان عليه السلام فلما قضينا عليه الموت، لأنه كان بيراقب في جنوده من الجن والإنس والطير، قال من جنود سليمان عليه السلام، ربنا جعلهم جنود يعملوا تحته، كما قال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، كله ده بيشتغلوا الجن تحت سليمان، وهو براقب فيهم ومتكي على العصايه بتاعته كده وبراقب في الجن بيشتغلوا. سليمان مات عليه السلام والجن شغالين في الخدمة وتعبانين مو عارفين انه مات. ربنا قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، الأرض جات أكلت العصايا تأكل منسأته، المنسأ العصايا، لأنه الأرض ما بتأكل أجساد الأنبياء، جسم النبي ما بتأكله، أكلت الأرض أكلت العصاية. قال إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر يعني لما صغت سليمان تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، يعني لو كان بيعلموا الغيب ما كان بيشتغلوا ومعذبين وسليمان ميت عليه السلام. أنبياء ما بيعلموا الغيب، جن ما بيعلموا الغيب، صالحون لا يعلمون الغيب، صحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، العقد بتاع السيدة عائشة ضاع منا، بيفتشوا النبي فتش، صحابة فتشوا، فباتوا بواد ليس فيه ماء وليس عندهم ماء وانتهت الموية المعام، حتى جاء أبو بكر الصديق إلى السيدة عائشة وصار يوبخها يقول لها أقمت برسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، عشان العقد بتاعي كنت مقعد الناس هنا، وبخ شديد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأبوه. قالت فلما أقمنا البعير، خلاص دارين يرجعوا قوموا البعير بتاعهم، لقوا العقد تحت البعير، رسول الله سيدة عائشة
الصحابة بيفتشوا والعقد وين؟ تحت البعير. زول شافوا ما في ده صالحين ولا ما صالحين؟ أكان قلت ما صالحين مركت من الملة، وكان قلت ده الصالحين وبيعلموا الغيب مركت من الملة، لأنه تكون كذبت القرآن، تكون كذبت السنة. كويس؟ عشان كده نحن أصلا بنقول الصوفية ما بيعلموا الغيب، والأولياء ما بيعلموا الغيب، والأنبياء ما بيعلموا الغيب. فأنت يا حميدة لو قلت أنتوا كذبتوا عليهم، نحن ما كذبنا في دي، لكن أنت مفترض تعترف، ما تقول الصوفية ما بيعلموا الغيب. أعترف، قول الكلام اللي كتبوه الصوفية في الكتب حقتهم باطل، لأنه كتبوه في الكتب جوا. أنت ما تقدر تقول الصوفية لا يعلمون الغيب، إحنا عارفين المعلومة دي، دي ما معلومة جديدة. قول اللي كتبوه في الكتب ده شرك وباطل، لأنه ما كتبنا نحن، ما هذا الكتاب قاعد قدامنا، كتاب رياض الجنة ونور الدجنة، بقول فيه شنو سيد الكتاب؟ قال قوماك نزاور للأولياء الأقطاب ليهم نشاور، مشى في الأبيات لحد ما قال منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب، ياتو باطن وظاهر. ده قلنا نحن، هذا قالوا جماعة برام انت قول لهم انتوا كذابين يا صوفية كونكم تقولوا نحن بنعلم الغيب، كذابين. لانه جاء اعرابي للنبي عليه الصلاه والسلام، هيا اخوانا في ذول افضل من سيد البشريه النبي؟ النبي في افضل منه ثاني؟ ما في. جاء الاعرابي قال يا محمد ان امراتي حبلى فاخبرني متى تلد؟ مرتي حامل بتلد بيتين. النبي عليه الصلاه والسلام ما قال له بتلد يوم كده الساعه كده في مستشفى الدايات ولا في مستشفى بحري، لا، قال له غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. حسم الموضوع ولا ما حسمه؟ طيب اثنين، زول ده ما كان ساكت من قبل، أول ما بدأنا في انضم تنضم تسكت، احنا ما عندنا معك شغلة، احنا حلقتنا دي مدورة وشغالين هنا في المحل ده، انت قال سكتتك لمصلحتنا نحن، ما تسكت لنا أصله، اتكلم زي ما انت داير، احنا شغالين بيك، وانت وقتك سكتت احنا اشتغلنا بيك، وقتك النظمت اشتغلنا بيك، ما عندنا معك اي قضيه، لانه هو من الاول دار يعمل اتفاق وتحالف معانا احنا، قال انا بسكت ما بشتغل وقتكم، لكن ما تتكلموا فيني، نتكلم في عينك وجابك هنا ذاته، وما تسكت، احنا شغالين معاك بالله. شوف ده وانت اصلا ضم الدار يجيك منو ذاته، نحن كان وقفنا ما في ذول بيجيك، انا بشيرك ساي شمت عيب رقبتك. نحن اصلا لو طبقنا سلوكنا ديل ومرقنا فوتنا، زول من هنا بيمشي لك ما في. جماعتك سبعة انفار وفلسوا زادوا ما عندهم حاجة، زمان كان بيرجعوك والوحدة كلها بتجي وجماعة كتار وبدوك 5 جنيه وعشرة جنيه، أمورك ماشية ظابطة، ما في حاجة ما في. أفتح لك محل شاي يا حميد، أنا بنصحك لوجه الله. الزول ده بدل الكواريك والميكروفونات الغالية دي، محل شاي والله رخيص. افتح محل شاي ياكل حلال، الناس اللي بيبيعوا شاي هنا ديل بياكلوا حلال ولا حرام؟ بياكلوا حلال. عادي كوبايه الشاي كده دار تشتري تعال، ما دار تشتري امشي اشرب من البغادي، قهوه شيريه كله ده حلال، ما في حرام، ما في مريسه هنا، ده شاي حلال. افتح محل شاي يا حميده، بيع شيريه تستفيد والله، وتاكل حلال وتربي اولادك بالحلال، لكن تجي جاي تشتغل انت بتنشر في الشرك، في الشرك بالله سبحانه وتعالى، ودار تاكل منه. ربنا قال وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، تكذب عشان دار تاكل، ما تاكل اكل زي ده. طيب ف الادله كثيره على الموضوع ده يا اخواننا، والصوفية قالوا الكلام ده براهم، عشان كده قلت لك الاعرابي جل النبي صلى الله عليه وسلم سالوه اسئله ثلاثه، السؤال الثاني قال له علمت متى ولدت فاخبرني متى اموت، قال له يا النبي وريني أنا بموت بيتين. النبي عليه الصلاة والسلام قال له غيب ولا يعلم الغيب إلا الله، دي اثنين. قال له أخبرني متى ينزل المطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. يا أخوانا إذا كان سيد البشرية عليه الصلاة والسلام ما بيعلم الغيب، سيد البشرية ما بيعلم الغيب، يعلم صوفي؟ صوفي يعلم غيب؟ ويقول لك بنجيب لك الرائحة
وتعال وادفع البياض. انت لو بتجيب الرائحه وبتعلم الغيب وبتتصرف في الكون، انت بتدفعنا بياض ليه؟ ليه بتدفع الشعب الغلبان المساكين ديل؟ تدفعهم بياض ليه؟ زول بيكون عنده غنمايه واحده في البيت بيشرب بها اولاده الصباح شاي اللبن، تدفعوا ولا يجيب الغنمايه؟ يا اخي ما عنده غيرها، ما تخاف الله. يجيبوك الغنمايه حقتك الواحده تدفع على الشيخ، وانت ذليل وحقير بعد ده كله عشان يجي يقول لك خلاص بنديك البركه ونشوف لك الخيره. خيره انتوا فيكم خير؟ انتوا عندكم خيره؟ ونفتح لك الكتاب، افتح مخك، كتاب يا توت بتفتحه ذاته. ده كله من الدجل والشعوذه والتلاعب بعقائد الامه وحلقات دي كلهم بيكرهوها. ده زعلان بيجاي وسلاليات زعلانين، وفي واحدين قاعدين برا، انا بعرف مجموعه بسيطين ما كتار زعلانين ببرا، وحصار لي وشه واحد جنبي هناك، انا قاعد هناك براجع لي معلومات كده، واحد جنبي زعلان يقول قام شونك امشي من درمان، قال لا لا ما في سوق سته هنا ما ماشي من درمان، من درمان في واحدين بيعكسوا لنا هناك ونحن بنجيب قوم بيجاي. يا زول ده كله من الفارغه الدايري علموك يا الصوفيه، ونحن بندعوك تتحرر تتحرر عبد لله وتتبع للنبي عليه الصلاه والسلام. في احسن من كده؟ ما في اي شيء ثاني احسن من كده. السلام عليكم.